خليكم. المفضل في الحقيقه احنا كنا طلبه, كنا مفضلين عنده, كان عندنا معاه علاقه خاصه القسم العربي, نظرا لانه الاستاذ طلال كان كيشرف ليس فقط على تكويننا الاكاديمي ولكن على تكويننا كذلك المهني, نظرا لانه في تلك الفتره كنا نصدر مثلا عناوين صحفية مدرسية, وكذلك كنا نقوم بتداريب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن, واللي كان كيشرف عليها بالكامل الأستاذ طلال. ثم أنه كان كيسهر على أن نكونوا كنتلقاو ورشات مهنية داخل المعهد العالي للصحافة آنذاك, واللي استطعنا من خلالها أنه نزوجه ما بين الدرس الأكاديمي والدرس المهني. ثم أن الأستاذ طلال كان مؤطرا علميا, بحيث أن كثير من زملائي وأنا أولهم كان كيشرف على بحوثنا الأستاذ طلال, ولما يشرف على بحثك أستاذ طلال فكان فهموا بأنه كان هناك صرامة منهجية وصرامة أكاديمية وصرامة كذلك في احترام الوقت وفي احترام كذلك يعني الزمن اللي تحدد الإدارة في وضع العمل النهائي. كل هذه الفترة تعلمنا فيها هذه الصرامة في تدبير دراستنا, وكذلك اللي نقلناها من بعد إلى صرامة في تدبير درسنا لصالح طلباتنا. فكنا نحن اللي تلمدنا على الأستاذ محمد طلال رحمه الله خلال دروسنا, كنستعدوا تلك الصورة اللي كنا كنشوفوه بها, وهذه يعني أحسن يعني ذكرى خلاها لنا الأستاذ طلال الله يرحمه ويوسع عليه. وثانيا أنه من بعد هذا وذاك الرجل كان عنده حظوة عندنا كلنا, لأن بالرغم من صرامته كيف ما قلت كان رجل نكتة, وكان يعني عنده بيداغوجية خاصة للتعامل مع طلباته, وليس فقط مع طلباته لكن كذلك مع أساتذة من عيار كبير جدا آنذاك. هذا جانب, لكن كان جانب آخر, لأننا لا ننسى على أن الأمر ليس فقط أمر شخصي. إحنا اليوم بلدنا تطورت, وبلدنا عندها توجه الآن اللي كيجعلنا أنه لا يمكن أن نختزل مشاريعنا فقط في اتجاه معين. الدولة المغربية اليوم كتمشي في اتجاه ديال الارتقاء بالشراكة العمومية والخاصة. لا يمكن أن يشتغل كل طرف لوحده. نحن نشترك, نحن كمؤسسة عمومية للتكوين الصحفي والتواصلي نشترك مع المؤسسات الخاصة في تكوين يعني الأطر الإعلامية الوطنية. لا نفرق بين هذه الأطر التي تتكون في مؤسسات خاصة أو أطر أخرى تتكون في مؤسسات عمومية. الأمر نفسه اليوم لابد من أننا نشترك في هذا الفعل. نحن في المعهد العالي للإعلام والاتصال معروف عنا على أننا المرجع. لماذا المرجع في التكوين الإعلامي؟ نظرا لأن المعهد راكم تجربة طويلة جدا منذ 1969, وليس فقط تجربة من حيث الزمن ولكن تجربة من حيث كذلك نوعية وجودة التكوين والعمل المهني. فهذا التراكم لابد من أننا نشترك معنا فيه المؤسسات الخاصة. احنا لكن كان هناك واحد السقف لا يمكن أن نقبل من أي مؤسسة كانت
أن تكون شريكنا إلا إذا التزمت بمعايير التكوين المعروفة، لأنه لابد كذلك من عرض تكويني يحترم نفسه ويحترم كذلك ما هو مطلوب منا كفاعلين إعلاميين في بلدنا. بلدنا ينتظر منا الشيء الكثير، ولذلك يجب أن نجتمع كلنا لكي نؤدي هذه المهمة على أحسن وجه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.